حالا هنبدأ مع بعض حلقة جديدة ورئيس تحرير نفسي. رئيس تحرير نفسه النهاردة فنان مختلف، فنان مثقف لأقصى الحدود، فنان قدر يثبت نفسه في كل مكان هو موجود فيه، الفنان الكبير المحترم أستاذ سيد رجب. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة وأنا مش كبير ولا حاجة، أنا صغير. لا صغير سنا بس كبير المقام. ربنا يخليك يا رب. أهلا بك أستاذ سيد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الصحافة بصفة عامة، أو هتكون أنت رئيس تحرير نفسك. البرنامج بيتكلم عن أن أنت تكون رئيس تحرير نفسك وتنسى قصة أن أنت فنان. فمبدئين كده، علاقتك أصلا بصحافة عاملة إزاي؟ علاقتك بصحفيين، لك أصدقاء في المجال الصحفي؟ أنا ليا أصدقاء في المجال الصحفي وبحب الصحافة لأنها مراية لكل اللي بيحصل في مصر، سواء كان على مستوى السياسة أو على مستوى الثقافة أو على مستوى الفن. فهي شيء أساسي في واقعنا ولازم نهتم بيه ولازم نطوره، لأن بشوف الصحافة بتمسك في الحاجات اللي هي مثيرة وما بتمسكش في لب الموضوع أو أساس الموضوع. فأنا لو أنا رئيس تحرير نفسي وعامل مثلا مسلسل غرابيب سود، أنا مش هجيب سيرة الأزمة اللي ممكن يسببها المسلسل للممثل، قد ما هجيب سيرة المسلسل وأقدر أنقده بشكله الحقيقي وبإنتاجه وبتمثيله وبإخراجه وبتصويره. طب اتكلموا، يمكن تكون زعلت من الصحافة ولا تلقيت الخبر ازاي لما نزل عنك بمناسبة غرابيب سود حضرتك كنت بتكلم عليه، ان قالوا ان انت تلقيت تهديد بالقتل؟ اولا انا ما تلقيتش تهديد بالقتل. ثانيا كل الصحفيين بيسألوني، بيسألوا عن الخوف والرعب، وهل انت ما خفتش، وهل جالك تهديد بالقتل ولا ايه الموضوع. بعده خالص عن المستوى الفني او المحتوى الفني للمسلسل واتكلموا في الموضوع دوت. وحتى لما انا بغير الموضوع علشان نتكلم عن الفن وعن المسلسل فنيا، بلاقي مانشيت مثلا محطوط مش عارف سيد رجب مش عارف ايه. فده انا 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 شايف ان ده شيء مش اللي انا بتمناه في الصحافة. طب حضرتك تتمنى لو هيكون عندك مؤسسة صحفية تكون المؤسسة دي عبارة عن ايه؟ ممكن نقول ويب سايت، ممكن نقول مجلة، جريدة، ايه اللي بتفضله؟ والله انا بفضل يمكن الجريدة، لان انا بفضل الجريدة الورقية، لان الـ 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 الفيسبوك والحاجات اللي هي المسائل ديت، السوشيال ميديا زي ما بيقولوا، مليانة اراء ومليانة فتاوي ومليانة افكار، وممكن نطلع ب 90% غير حقيقي و 10% حقيقي. طيب احنا هنروح لفاصل وهنرجع بقى. حضرتك هتكون رئيس تحرير نفسك وهتبتدي تحكم على كل حاجة بانك رئيس تحرير. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم تابعين على راديو 99 ورئيس تحرير نفسه. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين رئيس تحرير نفسي، ومعايا النهاردة الفنان الكبير، أو بلش كبير، صغير سنا وكبير مقاما، أستاذ سيد رجب. دلوقتي بقى هنبتدي مع بعض نتكلم عن الصحافة لو أنت رئيس تحرير. عايزين نبدأ باسم الجريدة، هيكون ايه؟ ليها علاقة بالفن. فن بس؟ مش كده، متخصصة يعني. متخصصة في الفن. طيب ايه اللي تحب تضيفه في الفن انت شايف انه مهدور حقه ومحتاج الناس تتكلم عليه شوية او تعمل سبوت عليه شوية؟ ما اعتقدش في حاجة مهدور حقها في الفن، قد ما ندي فرصة للفنانين ان هم يعبروا عن نفسهم من خلال شغلهم، ما نخوفهمش من شغلهم، ما نحددش شغلهم في قالب واحد او قالب معين. ندي فرصة للممثلين جداد انهم يطلعوا، لان في ممثلين كتير في مصر، احنا عددنا اكتر من 90 مليون واعضاء اللجنة النقابية قليل جدا في مصر، قليل جدا. كتير ممثلين كمان بيتخرجوا من الاكاديمية كتير قوي، فمين في ممثلين كتير ومش متشافين ومش معروفين،
واعتقد انه يجب ان نلقي الضوء على الممثلين دول والمخرجين يهتموا انهم يتفرجوا على مسرح ويتفرجوا على الممثلين الصاعدين عشان يقدروا يختاروا منهم. طب خلينا نشوف رايك كصحفي في اعمال رمضان السنه دي، يعني خلينا نشوف كل ايه الاعمال اللي لفتت نظرك اكتر، طبعا بعيدا عن وحده الغروب ورمضان كريم وغرابي بسو. مش هقدر ارد عليكي بالامانه، لان انا لغايه دلوقتي بشتغل وبنخلص رمضان كريم وبنخلص وحده الغروب وغرابي بسو خلصتها من قبل ما ندخل السيزون. فانا بصراحه مش فاضي، يعني انا كنت بشتغل لغايه الساعه 7 الصبح وجيت وبعد الفطار ورايا شغل تاني، فمش ممكن اتفرج على حاجه. ربنا يكون في عونك بجد. بتمنى طبعا كل المسلسلات تكون على مستوى الفني كويس، مع ان انا سامع ان في مسلسلات قويه جدا وربنا يسهل. طب خلينا نتخيل، هتكتب دلوقتي مقالات عن بعض الفنانين، لو هتكتب عن صبري فواز ممثل نحت في الصخر علشان يلاقي لنفسه مكانة مهمة. منة شلبي موهبة نادرا ما تتكرر. خالد النبوي تأثير قوي بكاريزما قوية بوجود قليل. سامح عبد العزيز مخرج عظيم ودمه خفيف. كاملة أبو ذكري مخرجة بنتمنى نلاقي عدد من المخرجين المصريين في دقتها وفي رؤيتها وفي جمال شغلها وفي حبها لعملها وفي إصرارها على إنها تطلع اللي هي عايزاه. ياريت كل المخرجين يكونوا على نفس الشكل. انا بجد مبسوطه لوجودك معايا النهارده. طبعا انت كصحفي انا حاسه ان انت سياسي بليه. لا دبلوماسي بطريقه فظيعه، فما اعتقدش ان انت ممكن تخسر حد من الفنانين. انا ما احبش اخسر حد في حياتي يعني. لا لما تبقى عندك جريده وعندك سابقه صحفي ما اعتقدش هترضى تكتبه. لا هكتبه طبعا، هكتبه بحقيقته. اللي يعني الحقيقه اللي هي ما فيهاش تهويل. هو التهويل هو الأزمة، إن إحنا بنهول من القضايا بزيادة بدون داعي، لمجرد إن علشان أخلي 5-6 يورو زيادة يعني. أبيع إيه مش عارف. طب أنت لو هتخسر واحد زميل ليك فنان معروف بخبر مثلا مش لطيف عنه بس خبر حقيقي وإنت عندك السبق، هتكتبه ولا لا؟ لا يعني هو الفكرة إن كل إنسان هو مسؤول عن سلوكه وأفعاله واختياراته. أنا لو عملت حاجة تسيء ليا وحاجة تسيء لفني واختيار مش موفق، أتمنى أن النقاد يكتبوا علشان أنا أتعلم مش علشان أغير. النقاد بني بالضبط، علشان أتعلم وعلشان أفهم مشكلة. الـ 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 الاختيار ده ما كانش مظبوط، الدور ده أنا ما عملتوش مظبوط، أنا هتعلم أكيد من النقد. إنما أعتقد يجب ان احنا نحط باب كده للنقد الحقيقي، نادرا ما بنلاقي نقاد يكتبوا عن مسرح او عن سينما او عن دراما كنقد. هما بيكتبوا ان نقد هدام، انت عايز نقد بناء، سواء بيشتموا او سواء بيقولوا الله ايه دي حاجه جميله جدا ما حدش فاهم ليه وازاي وايه فنيه المساله وبتاع. طبعا ما بعممش، لان في طبعا نقاد بيكتبوا كويسين جدا وليهم وجهه نظرهم وليهم محبيهم وليهم اعدائهم، الموضوع بسيط. انا بشكر حضرتك لوجودك معنا النهارده على راديو 90 90، بجد شرفتنا ونورتنا ومنور بيوتنا بثلاث مسلسلات احلى من بعض في رمضان. كل سنه وانت طيب. يا رب فرصه سعيده، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل مستمعين راديو 90 90 بخير، وكل سنه وهم طيبين. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، بكرة نتقابل على خير وضيف جديد وحلقة جديدة ورئيس تحرير نفسي. كنت معاكم غدير حسين، ما تنسوش فادي إبراهيم يكون معاكم بكرة. باي باي.